دكتور وليد فؤاد مراد، وهو رئيس وحدة العلاج الإشعاعي في إرلانجر ميديكال سنتر، وأستاذ علاج الأورام في جامعة تينيسي، واللي هيكلمنا النهاردة عن الـ SBRT أو الستيريوتاكتيك بودي راديوثيرابي، وعلاجه ويعني وفايدته في علاج البروستات واللون كانسر. أنا أسلم حضرتك يا دكتور. عايزين حضرتك تكلمنا عن مشاركة حضرتك في المؤتمر النهاردة، وإيه دور بقى الـ SBRT في علاج الكانسرز. طيب، أهلاً دكتورة سلمى. انا بتشرف اولا بحضور المؤتمر ده، لان انا من خريج جامعه عين شمس، وقعدت تقريبا اتمرنت هنا من 2000 ل 2006 لغايه لما سبت الجامعه ورحت عملت الدكتوراه بتاعتي في امريكا. النهارده ده المؤتمر الخامس وبشارك فيه للمره الثانيه. عندي تو توبكس هتكلم عليهم النهارده. التوبك الاولاني اتكلمت عليه الصبح كان على الاس بي ار تي في البروستات كانسر، ودي من التقنيات الحديثه اللي بنستخدمها في امريكا في علاج اورام البروستاتا. كانت اول ما طلعت بنستخدمها في الاورام البروستاتا اللي هي اللي بيسموها اللو ريسك، بعد كده في الانترميديت ريسك، واليومين دول بدأنا نستخدمها حتى في الهاي ريسك. الموضوع باختصار ان احنا ازاي نعالج العيان على 5 أيام فقط، بدل ما نقعد نعرضه للإشعاع المدة طويلة لحد 5-6 أسابيع أو أكتر، أحيانا توصل ل8 أسابيع. فدلوقتي ببعض الأجهزة الحديثة الموجودة بنقدر ندخل جوه الجسم كمية إشعاع بتوصل ل40 جراي على 5 جلسات، ودي بتبقى جرعة كافية جدا انها تقدر تتغلب على ورم البروستاتا بمنتهى الأمان وبمنتهى الكونفينينس، بمنتهى السهولة على المريض وعلى الطبيب المعالج. هي بتحتاج بعض التدريبات للطاقم التدريبي كله، من أول الفيزيائيين للدكاترة والعاملين على الجهاز، بحيث الإشعاع يوصل للمريض بمنتهى الأمان وزود أي مضاعفات غير أي مضاعفات. بالمحاضرة الثانية هنتكلم فيها على أورام الرئة، الأورام اللي هو اللي بيسموها Early Stage Non-Small Cell Lung Cancer، برضو الدور بتاع الـ SBRT، وعبارة عن 3 جلسات ل5 جلسات إشعاع، ودي بتتاخد بنفس الاسلوب، بس يعني في حاجه زياده شويه بنزودها، ان احنا ازاي بنشوف حركه الورم في حركه التنفس نفسها مع التنفس، وازاي ان احنا بنحط ده في حسابنا في الاسلوب التخطيط العيان، وقت ان احنا ازاي بنوصل العلاج في الجلسه نفسها. في جميع الاحوال افتكر ان دي خطوه كويسه جدا للمرضى بتوعنا في مصر، ان احنا هنقلص عدد جلسات العلاج الى 5 جلسات بدل ما كان بيتعدي 6-7 اسابيع، ودي بتحاول برضو بتقلل الكوست والتكلفه بتاعه العلاج، وبتخلينا الجهاز ممكن يخلص يعني 30-40 عيان في اليوم، اكتر ما بنقعد نعالج الكورس كله على خلال على مثلا 6-7 اسابيع. فده بيتخلي ان احنا نعالج مرضى بكفاءه اعلى وفي عدد جلسات اقل. طيب بالنسبه للبروستيت كانسر، انا قدمت النهارده ليه احنا بنستخدم الاس بي ار تي. اولا اتكلمت على نمره 1 التكلفه الاس بي ار تي في امريكا اقل الضعف من احنا لما بنتعامل مثلا بالجهاز اللي هو زي الاي ام ار تي او الجلسات التقليديه على مستوى 7-8 اسابيع. فالتكلفه كانت اقل. لو قلنا مثلا الكورس في امريكا بيتكلف $25,000، دوت السعر اللي بيدفعه الشركه اللي بتدفعه الحكومه للشركات اللي بتعالج المرضى للمستشفيات. لو الريت دوت بيبقى الدبل لما بيبقى مثلا بيبقى في شركه خاصه او تعاقدات شركات، انما الحكومه بتدفع للتامين الطبي $25,000 للكورس بتاع العلاج الإشعاعي اللي هو الطويل على 8 أسابيع. الـ SPRT بيبقى حوالي $12,000، فده يعتبر أكيد كتكلفة أقل. النقطة الثانية كانت دراسة قدمتها على إن المرضى نفسهم الشكوى من الأعراض الجانبية لطرق العلاج المختلف لأورام البروستاتا بالإشعاع كان الـ SPRT أقلهم حوالي 3%، لو قارنتيه بالبراكي ثيرابي أو الأشعة الـ IMRT كان حوالي 18-19%. فطبعا المريض شكوته أقل، وده بيدينا إحساس إن هو المرضى بتحبز أكتر إنها تستخدم الـ SPRT. كان ثالث ستادي أنا قدمتها، الدراسة الثالثة أنا قدمتها النهاردة، كانت الـ Effectiveness اللي هو كفاءة العلاج لما بتشوف على متابعة للمريض لمدة 5-6-7 سنين، هل الـ SPRT كان بنفس الكفاءة ولا لا. دراسات أثبتت إن الـ SPRT والبراكي ثيرابي تقريبا زي بعض، لسه المفروض نصبر 10 سنين و15 سنه عشان نشوف النتيجه. وفي نفس الوقت اثبتت ان هو الاس بي ار تي بيدي كنترول احسن مقارنه بالاي ام ار تي، ده بعد 5-6-7 سنين من المتابعه. افتكر ان احنا عندنا جميع الخبرات اللي تاهلنا ان احنا نبدا نعالج مرضى البروستاتا ومرضى الاورام الرئه بالتقنيه ديت. احنا محتاجين بس يمكن اجهزه تتابع حركه الورم وقت التنفس او حركه الامعاء، لان دي اللي بتخلينا نتابع او نوصل العلاج الاشعاعي بكفاءه بدون ما يسبب اي اصابات للاماكن الحساسه اللي حوالين الورم. بس افتكر احنا ممكن في خلال كام شهر لو التقنيه موجوده ان ندرب شبابنا الصغير هنا، ودي تبقى افتكر انطلاقه جيده جدا لعلاج امراض الاورام في مصر.